فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله وكفى وسلام على عبد الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع رياضة العقول، مع الغزل الصريح، مع العلم حقا الذي فيه نماء الروح مع القلب، مع أيضا استقامة البدن، مع الفقه، لا سيما الذهب الخالص لابن قدامة المقدسي. ابن كثير يقول بأنه يعني هذا أمتع كتب الفقه وكتاب ابن قدامة. وطبعا قال له المجموع اكتمل لكان لفاقه، ولذلك العز بن عبد السلام قال: ما رق لي أن أفتي إلا بعد قراءة المحلة والمحلة والمغني. نعم، قال الإمام العالم الأستاذ الذهبي أستاذ الأستاذين، قال: ولو ضم معهم السنن الكبرى لكان أفقه الناس، أو كلام قريب من ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يمكن لنا من الفقه. تفضل المغني، ما زلنا مع كتاب الصلاة، كتاب الجمعة، صلاة الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: تبارك ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ. هنا تحديد بالفرسخ، ليس تحديد بالأذان أو تحديد، فيرون بأن التحديد بالفرسخ منضبط، وهذا الانضباط يكون فيه سماع الأذان على مختلف الأحوال، على مختلف الأحوال. لكن هذا أيضا ما أراه إلا ضعيف، والمسألة إذا أنيطت بشيء كما لفت الانتباه النص يبقى مع الشيء في هذا، وعلى تقديره يقدر لا أن يجرب حاكما. الفرصة ده يعني اللي بيأذن هناك بيأذن رئة وحنجرة. طبعا جهوري. نعم. قال رد معك إبراهيم، أحسن الله عليك، تفضل. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة، بعدوا أو قربوا. قال أحمد رحمه الله: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها. كالذي في المسجد، يعني هو الآن هو في الدائرة التي فيها وجوب الجمعة، لا يشترط سماع الأذان أو غير سماع الأذان، هو مطالب، لأنه ينزل تحت قول الله تعالى: إذا نودي يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسألة ليست على، أنا آسف جدا على تأخيري، فالمسألة ليست واقفة على أذان في أهل مصر إذا دخول الوقت يلزمهم بعد ذلك السعي إلى الجمعة. سمعوا النداء أو لم يسمعوا، وذلك لأن البلد الواحد بني للجمعة فلا فرق بين القريب والبعيد. رضي الله عنك عبد الرحمن. نعم. قال: ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب. لا، قولها مرة ثانية. قال: ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب. سبحان الله. فاعتبر ذلك. قال: وهذا قول أصحاب الرأي، ونحوه قول الشافعي رحمهم الله. الجميع اتفقوا على أن أهل مصر ملزمون بالصلاة عند دخول وقتها. قال: فأما الفرسخ معياره كم؟ 8 كيلو. 8 كيلو دي حاجة بعيدة. 5 يعني شيخنا، هو البرد 4 فرسخ. لا طيب، أو 3 فرسخ. الفرسخ كم ميل؟ 3 ميل. ثلاثة ميل. والميل 1600 متر. يقول حضرتك ده لازم حنجرة حاجة، مش حاجة غريبة جدا. هذا الفرسخ دي معناها ماشي. تفضل. قال:
فأما غير أهل المصر فمن كان بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد فلا جمعة عليه. وروي نحو هذا عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو قول مالك والليث رحمهما الله. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الجمعة على من سمع النداء. وهذا قول الشافعي وإسحاق رضي الله رحمهم الله، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. قال رواه أبو داود. حديث هذا صحيح. قال: والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الرحمن انظر في الحديث، الجمعة على من سمع النداء، استخرجه، وأنا أظنه صحيح. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي قال: ليس لي قائد يقودني، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. وهذا معضد، وهذا الحديث معضد. نعم. قال: ولأن من سمع النداء داخل في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما والحسن ونافع وأكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي رحمهم الله أنهم قالوا: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. تعرفون ماذا معنى هذا؟ معناه أن هذه المسافة إلى الليل، فهم كيف؟ تكون على الجمعة. هذا والله كلام شديد جدا في هذا الباب. لما الفرسخ ثلاثة أميال أعتقد، فأصل 6 كيلو أو 5 كيلو، هم حسبوها والإخوة قالوا 6 كيلو إلى ربع، يعني 5 كيلو ماشي. قال: لما روى 5 كيلو 5 كيلو، من يسمع الأذان 5 كيلو؟ والكلام أصلا في معيار الأذان في على ما سبق، مش ممكن يكون صوت. ما لا تقول ذلك والله، حقا ممكن ما تقول ذلك يا رجل، ينتقون يعني. بس 5 كيلو صح، ما يسمع ازاي ده؟ اهو خلاص، ده هنا كده قال صح، وقفه صح. انا عبد الله بن عمرو. اتفضل. قالوا: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وقال أصحاب الرأي حتى هذا لم يصح. وقال أصحاب الرأي رحمهم الله: لا جمعة على من كان خارج مصر، لأن عثمان رضي الله عنه صلى العيد في يوم جمعة، ثم قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم، ولأنهم خارج مصر، فأشبه أهل الحلي أو الحللي. لا، الحلي أو الحلل يعني. فأشبه أهل الحللي. الحللي؟ لا، الله يهديك. نعم، هو الآن فرسخ. نعم، ثلاثة أميال. عامة نقول إخوتي الكرام في هذا الباب، هو قالوا على من تجب الجمعة. الأصل أن من كان في مصر تجب على الجمعة سمع الأذان أم لا سمع الأذان، كالذي في المسجد وقيمة الصلاة، فنقول له: سمعت الإقامة لم تسمع الإقامة، عليك الصلاة. فأهل المصري جميعا عليهم الصلاة، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أهل المدينة جميعا عليهم الصلاة إلا أهل العوالي الذين يبعدون فراسخ عن الجمعة. يبقى إن كان خارج مصر هل عليه أم لا؟ هناك قول ثلاثة: قول لا 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 صلاة عليه بحال أنه أصلا ليس من أهل مصر، ليس من أهل الجمعة. هناك قول بأنه إن سمع المداء النداء كان يعني تلزمه الجمعة، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الجمعة على من سمع النداء، وإن كان روي مرفوعا وموقوفا ومرفوع في ضعف، لكن يعضده حديث: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فلبي. أتسمع النداء؟ إذن فلبي. وهذه اللفتة الأصولية فيها أو الفقهية فيها إيش هي يا عبد الرحمن؟ على من سمع النداء أن يلبي، هذا كلام صحيح، بس المشكلة أنه يكون فيه إيش؟ خارج إنه هو لا، المشكلة أنه موقوف ليس مرفوع. نعم. يعني الفقهية شيخنا أن المشقة تنتفي بسماع يعني الأذان. يعني هم يقولون خارج المصر لا يصلي عشان المشقة، مش عشان المشقة، لأنه ليس من أهلها. وحقيقة الأمر أن من سمع النداء صار مجاورا، والمجاور يأخذ حق المجاور، فوجبت عليه في هذا الباب، لأنه إن سمع النداء فهو إما في المصر أو مجاور للمصر، إما في المصر وإما مجاور للمصر، فيكون هو الأولى بها. هو يعني الكلام لا يبعد عن كلام الحنابلة الذين قالوا بأنه على الفرسخ، يعني اعتبارا بكلام من سعيد المسيب وقول مالك الليث في هذا
صحيح. لما هو قالوا الآن لو كان السماع الصوت الجهوري غير الجهوري، وأيضا الأسماع تختلف بعضها لبعض، فما عندنا شيء منضبط محكم، فكالحكمة والعلة في مسألة التعليل بالمشقة أو لا، فالحكمة مش منضبطة، تختلف من شخص إلى شخص، فلما ينط بها الحكم ينط بإيه؟ بالشيء المنضبط. الشيء المنضبط هو السماع. فهو يقولون الفرسخ يضمن لنا، يكون هو أقرب شيء إلى، لكن الفرسخ أنت لو جئتها بميزان اليوم تتعجب، تموت من العجب. ليش؟ لأنه 5 كيلو أنت أصلا ممكن 3 شوارع مفارقة هنا بالمكبر لا تصل إلى الأذان. فأنا بقول لك هنا يعني دي معناها كم ألف متر كم؟ قليل. 3 شوارع بس فقط. الله اعلم ان عند البحات يعني سوق، هو الكلام مش البحات، هو عشان صحراء مفيش بنيان، فممكن يمتد لكن ما يمتدش 5 كيلو، هذا غير متصور. لا يمتد 5 كيلو 6 كيلو يبقى يكون الصوت يعني واصل الى هناك. هذه المساله فيها نظر. وايضا قلت الموقوف عضده المرفوع، تسمع النداء لبي، فيكون هنا الجمعه لما سمع النداء قول نعم شيء ونقول رب كمان قول رب اللي هو على من آواه الليل. لا ده قول، ده قطع، ده شاذ، ده مش قول، ده شاذ. وياتي بعد ذلك القول بانه خرج مصر، هذا من اخر الاقوال، خرج مصر ليس عليه صلاه، لكن حقيقه من سمع النداء تكون عليه صلاه. اما الفرسخ في هذا الباب هو قريب من النداء، لانه كانه يقول طب اذا كان النداء والاسماع تختلف يبقى عندنا ايش؟ مسافه. هذه المسافه قد نقول هذه المسافة مظنة السماع، هذه المسافة مظنة، وهذا كلام دقيق جدا لكنه عن طريق التقدير والخرص والتخمين. احنا عندنا اصلا ما ينضبط، سمعت النداء لبي، قال الجمعة لما سمع النداء. اما القول بانه الى من اواه الليل هذا قول ضعيف جدا لا يصح ان يقال به، لانه من اواه الليل هذا سفر بعيد. فحقيقة المسألة ليست إلا على قول الشافعي أو قول الحنابلة في هذا الباب، ولذلك هو سيبدأ يعني يرد على كل المخالف. ومسألة أنه من أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم، ولا مخالف الوصف أشبه الحال، القياس هنا القياس مع الفارق. تفضل. قال رحمه الله ولنا، قال رحمه الله ولنا قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. وهذا يتناول غير أهل مصر إذا سمعوا النداء. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولأن غير أهل، شوف هنا إيش قال، أهو المناط ظاهر جدا في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإيش قال؟ قال يتناول غير أهل مصر لأنهم سمعوا النداء. المسألة في هذا الباب سبحان الله. قال ولأن غير أهل مصر يسمعون النداء. رضي الله عنك يا معاذ، كما تشرف في هذا الجلباب، هذا جلباب أحبابي لا جلباب أبي. صحيح. نعم. رضي الله عنك ورضي الله عن جميع كل شمال أفريقيا من أهل الخير والبر والفضل، أنتم أهل الديانة والشهامة والمروة. تفضل. قال ولأن غير أهل مصر يسمعون النداء وهم من أهل الجمعة من الصباح هكذا. أبشرك. ماشي. قال ولأن غير أهل المصر يسمعون النداء وهم من أهل الجمعة فلزمهم السعي إليها كأهل المصر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه غير صحيح، يرويه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف، انتفق على ضعف وهو ضعيف. نعم. قال أحمد بن الحسن ذكرت هذا الحديث لأحمد بن حنبل رحمه الله فغضب وقال استغفر ربك، وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يرى الحديث شيئا لحال إسناده. شوف قالوا استغفر ربك، هذه معصية كبيرة أن يقول تكلم هذا، ده للنهار الناس أخذين أحاديث الموضوع. يعني رجل أنا وقفت مع الدكان يعني بيطلع أعتقد في التلفاز، يعني سمعته منه في قناة ما أدري ما اسمها، قناة من قناة المصرية يعني، فقلت لعن الله ذوقين وذوق. قلت له تعالى من أين أتيت؟ قال لي يعني إيش؟ قال لي ثبت. قلت له شو اسمه؟ نسأل الله أن يحفظكم. جزاكم الله خير. تفضل. صراحة الهجوم على الأحاديث الضعيفة وظاهرة بهذه الطريقة
هذا دلالة أن ضاع كل أبواب العلم والسلام ذهبت. نعم. قال ذلك الترمذي رحمه الله. نعم. وأما تلخيص عثمان رضي الله عنه لأهل العواري فلأنه إذا اجتمع عيدان اجتزئ بالعيد وسقطت الجمعة عمن حضره على ما قررناه فيما مضى. أما اعتبار أهل القرى بأهل الحلل فلا يصح لأن أهل الحلل غير مستوطنين ولا هم ساكنون بقرية ولا في موضع جعل للاستيطان وأما اعتبار حقيقة النداء فلا يمكن لأنه قد يكون من الناس الأصم وثقيل السمع وقد يكون النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلا من وما اعتبار حقيقة النداء فلا يمكن لأنه قد يكون من الناس الأصم والثقيل. شوفوا هو بتكلم حقيقة وحقيقة الأمر أن نقول هي مسافة السمع المسألة مقدرة بمسافة السمع ولذلك هو وافق القوم الآن المسألة مقدرة بالسماع المسألة مش حقيقة الأذان واقف على أنه تسمع الأذان يعني لو رجل الآن واقف سمع الأذان والآخر بجانبه لم يسمع الأذان نقول للذي لا يسمع الأذان لازمتك لأنه سمع مثلك انتهى الموضوع كالذي يفهم نقول يفهمها مثلك. نعم. قال وأما اعتبار حقيقة النداء فلا يمكن لأنه قد يكون من الناس الأصم وثقيل السمع وقد يكون النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلا من في الجامع وقد يكون المؤذن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح ولا يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع فلا يسمع ويسمع من هو أبعد منه فيفضي إلى وجوبها على البعيد دون القريب. وما هذا اختلال أنا قلنا صحيح الحقيقة هي السماع حقيقة النداء وليس كذلك. قال وما هذا سبيله ينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المنادي صييتا في موضع عال في موضع عال والريح ساكنة والأصوات هادئة والمستمع سميع غير ساه ولا لاه فرسخ أو ما قاربه فحد به والله أعلم. إذن المسألة بأسبابها اعتبر الأذان لأن باعتبار الأذان فيه إيش أنا ما أدري الإخوة يعني هم يريدون سماع الدرس ليتعلموا والتعليقات لتقف ما أدري أنا أصلا مسائل الفقه لا 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 يقف معها متدبرا إلا صاحب عقل رصين فالأولى الكف عن التعليقات حتى ننتهي من الدرس وبعد ذلك كيف ما شئتم نحن رهن الإشارة. فالأصل في هذا الباب فقهيا أن الإمام يرى أن المسألة ليست على حقيقة الأذان وحقيقة الأمر من قال بأن الجمعة لما سمع الأذان ليس الأمر على حقيقة الأذان يعني الأصم الذي يجلس في مجلس في مكان وهو يسمع وغيره يسمع الأذان لا نقول له أنت ليس عليك الأذان ليس عليك الجمعة. المسألة حقيقة الأمر أن المسافة التي بها يصل الأذان هو الذي يكون عليه وجوبا هو قال بها فرسخ خرصا وتخمينا أو على غالب الحال ما خرصا وتخمينا في هذا الباب تقديرا يعني تقديرا فنقول له حتى لو تقدر قل المسألة على سماع الأذان وقدروها كذا وهو ده اللي قاله اعدال اصلا صرح به صاحب المغني في هذا الباب انه يقول انه يعني عشان المساله انه بيقول هيختل لو قلنا بحقيقه الاذان يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد هذا يعني هو المعتاد لكن يسمعه البعيد ولا يسمعه القريب فتلزم البعيد ولا تلزم القريب اختلال في التاصيل هو الان اختلال في الاصل في هذا الباب كيف يجوز ان تكون واجبه على البعيد او القريب لان هذا لم يسمع هذا سمع المساله على ضابط التوقيت الزمن المسافي او المسافه او المساحه ونقول بان هذا منوط بايش بالاذان منوط بالاذان. ما ارى فرقا بين قول الشافعيه وقول الحنابلة في هذا الباب وقول من قال بسماع الاذان لان في حقيقه الامر لا يعلم بان المساله واقفه على الاذان عند العلماء الذين قالوا بذلك فيكون البعيد الذي سمع عليه وجوبا والقريب الذي لم يسمع ليس عليه وجوبا ابدا المساله يعني مع المغزى منها لازمها ضبط التوقيت المسافي. نعم. قال فصل واهل القريه لا يخلون من حالين لا يخلون قال فصل واهل القريه لا يخلون من حالين
أمال حلت المسألة. قالت خلاص هي فيها إيه؟ أن يخبر البعيد القريب بالتليفون وياخده ويروح. طب التليفون ده كان فين بقى أيام أيام الصحابة يا أمال؟ ما كانش فيه شبكة بس. صحيح. قال فصل: وأهل القرية لا يخلون من حالين، إما أن يكون بينهم وبين المصري أكثر من فرسخ أو لا، فإن كان بينهم أكثر من فرسخ لم يجب عليهم السعي إليه. خلاص لأنه ضبطها بإيش؟ بالفرسخ. قال وحالهم معتبر بأنفسهم، فإن كانوا 40 واجتمعت فيهم شرائط الجمعة فعليهم إقامتها وهم مخيرون بين السعي إلى مصر وبين إقامتها في قريتهم. هم ناشرون الشرطون مصر في الجمعة، هم شرطون أن يكون على قرية من القرى. نعم. قال والأفضل إقامتها في قريتهم، لأنه متى سعى بعضهم أخل على الباقين الجمعة، وإذا أقاموا حضرها جميعهم، وفي إقامتها بموضعهم تكفير جماعات المسلمين. الله. أحكي الحالة الثانية بعد الحاكم. دي الحالة الأولى. فالحالة الأولى هنا بيقول بأنهم لهم حالان، الحالة لا يخلون القرية من حالين، إما أن يكون بينهم وبين المصري أكثر من فرسخ، طبعا أكثر من فرسخ ليس عليهم جمعة أو لا. نعم. ليس عليهم جمعة، خلاص ليس عليهم جمعة أو لا، فإن كان بينهم أكثر من فرسخ لم يجب عليهم السعي، يعني لم تجب عليهم الجمعة. وحالهم معتبر بأنفسهم، فإن كانوا 40 وجمعت فيهم شرائط الجمعة وكانوا قرية، ده التقدير الذي لابد أنه سبق هذه القرية، وكانوا قرية فعليهم إقامتها، وهم مخيرون بين السعي إلى المصري وبين إقامتها في قريتهم، لأنهم في قرية وكما قلنا قبل ذلك، وهم مخيرون بين السعي إلى الأم إلى المصر، والأفضل إقامتها في قريتهم. وطبعا هو قال في الأفضلية هنا لتكثير جماعات المسلمين، وهذا الذي حدا أيضا بالمتأخرين أن يقولوا أن الجمعة في مصر واحد متعدد لتكثير جماعات المسلمين. لا لا، ما يقصد المصري مصر، يقصد قطر من الأقطار يعني. تفضل. ليست مصرنا يا أمال. تفضل. حتى لو ضيعوا على الباقين. نعم. حتى لو ضيعوا على الباقين عند الشرط الأربعين. لو إيش؟ هو قال حتى لو ضيعوا على الباقين. لأنه هو لا لا، بالنسبة للسير إلى مصر هو يقول إذا اجتمعوا وجمعوا عندهم أفضل من جزئية منهم أو يعني قسطا منهم يذهبون، فإذا ذهبوا لم تجتمع عليهم العدد. وإحنا قلنا مذهب الحنابلة على العدد، والمذهب هذا رواية أحمد الأخرى ثلاثة هي الرواية الأفضل الأصح وبيناها قبل ذلك. قال وإن كانوا ممن لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم فهم مخيرون بين السعي إليها وبين أن يصلوا ظهرا، والأفضل السعي إليها لينال فضل الساعي إلى الجمعة ويخرج من الخلاف ويخرج من الخلاف لينال لا على الفرض. أقرأها مرة أخرى. وإن كانوا ممن لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم فهم. أنت يا أحمد في مصر لا يلزمك مسألة السماع، يعني لا يكون اللزوم عليك بالسماع، بل أنت لابد أن تذهب كما تقول أنت حركة في الشارع ومظاهر الذهاب إلى الجمعة، لأنك في مصر أصلا، فتلزمك الجمعة سمعت أو لم تسمع. نعم. قال وإن كانوا ممن لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم فهم مخيرون بين السعي إليها وبين أن يصلوا ظهرا، والأفضل السعي إليها لينال فضل الساعي إلى الجمعة ويخرج من الخلاف. ماشي. هو يقول هنا الآن إن كان في الحالة الثانية أنه ممن لا تجب عليه الجمعة فهو مخير بين أن يذهب إلى الأكمل وهو أن يجمع أو يصليها ظهرا على التأصيل العام لأنه لا تجب عليه الجمعة. قالوا الأكمل أنه يذهب فيصليها جمعة لينال فضل الساعي إلى الجمعة ويخرج من الخلاف. وهنا الخروج من الخلاف في هذا الباب على أي خلاف؟ العدد. في مسألة العدد. نعم، لأنه إذا قال بأنه العدد شرط في هذا الباب ولم يكتمل فهو ليس بواجب، وهناك من لم يشترط هذا العدد فيكون يجب فيجب عليه الجمعة فيخرج من الخلاف بذلك. نعم. قال والحال الثاني أن يكون بينهم وبين المصري فرسخ فما دون فينظر فيهم، فإن كانوا أقل من 40 فعليهم السعي إلى الجمعة لما قدمنا.
طبعا هنا بيقول بأنهم الحال الثاني أن يكون بينهم وبين المسك فرسخ فما دون. إذن تلزمهم تلزم الجمعة، وهذا لأنهم في محل يسمعون فيه النداء، فلا بد من التلبية. إذا نودي من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال فينظر فيهم، فإن كانوا أقل من 40 فعليهم السعي إلى 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 الجمعة، لأنهم بذلك لا يجمعون. إن كانوا أقل من 40 عليهم، لأنهم لا يجمعون في قريتهم، فلزمهم السعي، فيلزمهم السعي إلى الجمعة. قال وإن كانوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، وكان موضع الجمعة القريب منهم قرية أخرى، لم يلزمهم السعي إليها وصلوا في مكان. وكان ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، وإن كانوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، وكان موضع الجمعة القريب منهم قرية أخرى، لم يلزمهم السعي إليها وصلوا في مكانهم، إذ ليست إحدى القريتين بأولى من الأخرى. يقول أن كانوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، يعني هم الآن اكتمل عددهم في قرية، فإذا الجمعة عليهم واجبة، وعندهم أيضا قرية أخرى تقام بها الجمعة وهي قريبة، يعني هم أقل من فرسخ بينهم وبينهم. فنقول لا، الإقامة الجمعة في قريتهم أولى وأفضل لتكثير جماعة المسلمين، وأيضا لتنبيه الغافلين للاجتماع إلى صلاة الجمعة. قال وإن أحبوا السعي إليها جاز، والأفضل أن يصلوا في مكانهم كما ذكرنا من قبل. ماشي، الأفضلية هذه كما بينت تكثير جماعة المسلمين. قال وإن سعى بعضهم فنقص عدد الباقين لزمهم السعي، لألا يؤدي إلى ترك الجمعة ممن تجب عليهم. هو تجب عليهم الآن المسافة أقل من فرسخ، وقد ذهب وسعى من قلل جماعتهم من 40، فإذا يلزم الجميع أن يذهبوا. هذه فيها مشقة، يعني فكان الأولى أن يقال بأنهم يؤمرون بأن لا يذهبوا حتى تقام الجمعة في قريتهم. قال وإن كان موضع الجمعة القريب مصر، فهم مخيرون أيضا بين السعي إلى مصر وبين إقامة الجمعة في مكانهم كالتي قبلها، ذكره ابن عقيل رحمه الله، وعن أحمد رحمه الله أن السعي يلزمهم إلا أن يكون لهم عذر فيصلون جمعة. قال والأول أصح، لأن أهل القرية لا تنعقد بهم جمعة أهل مصر، فكان لهم إقامة الجمعة في مكانهم كما لو سمعوا النداء من قرية أخرى، ولأن أهل القرى يقيمون الجمعة في بلاد الإسلام، وإن كانوا قريبا من المصري من غير نكيد. تهت موضعها، وإن كان موضع الجمعة القريب مصرا. نعم. قال وإن كان موضع الجمعة القريب مصرا، فهم خيرون أيضا بين السعي إلى مصر وبين إقامة الجمعة في مكانهم، لأنهم قد اجتمعت فيهم الشروط، وأيضا العلة متواجدة وهي تكثير جماعات المسلمين. وأحمد قال ما دام المصر فيلزمهم، لأنه كالمسجد الإيش الجامع، كالمسجد الجامع، فيلزمهم السعي إلى ذلك إلا أن يكون لهم عذر. وحقيقة الأول أصح، لأننا قلنا أن العلة فيها متوفرة في تكثير جماعة المسلمين، وأيضا تنبيه الغافلين، والإقامة في كل مكان، انتشار لشعيرة من شعائر الإسلام في تحقيق مقاصد الشريعة. قال فصل وإن كان أهل مصر دون 40 فجاءهم أهل القرية فأقاموا الجمعة في مصر، لم يصح، لأن أهل القرية غير مستوطنين في مصر. وإن كان أهل مصر إيش؟ قال وإن كان أهل مصر دون 40 يعني ما اكتمل النصاب بهم على المذهب. فجاءهم أهل القرية فأقاموا الجمعة في مصر، لم يصح، لأن أهل القرية غير مستوطنين في مصر، وأهل مصر لا تنعقد بهم الجمعة لقلتهم. نعم، هنا بيقول في حالة من الحالات أهل مصر لم يكتمل بهم النصاب، لم يكتمل العدد إلى 40، وأهل القرية يعني جاءهم أهل القرية فأقاموا الجمعة في مصر. أهل القرية الذين لا يسمعون النداء، الذين هم على بعد فوق الفرسخ، هم لا تجب عليهم الجمعة، ومن لم تجب عليه الجمعة لا يكتمل العدد به. من لم يكتمل، وهذه قاعدة بيناها قبل ذلك، من لم تجب عليه الجمعة لا يكتمل العدد به. حتى لو كان دون مصر. نعم، حتى لو كان دون مصر. حتى ايه؟ حتى لو كان دون مصر. لا، انتظر، انت كده خلطت. لو كان دون مصر يعني بينهما فرسخ، لزمتهم الجمعة، تجب عليهم الجمعة تبعا، لكن هما لا، بالفرسخ لزمتهم سمع النداء، صلاة الجمعة عليه. ارجع فيها في هذا الباب. هو الآن هو ايش يقول؟
هو بيقول جاء أهل القرية فأقاموا الجمعة في المسلم يصح لأن أهل القرية غير مستوطنين في المسلم، لكنهم أخذوا حكمهم بالمسافة بالفرسخ بالسماع. ولذلك هو قال من لم تجب عليه، لا القاعدة عامة، من لم تجب عليه الجمعة لا يكتمل العدد به. شوف ارجع من ثلاث صفحات قبل ذلك. كلها. قال فصل: وإذا كان أهل المصر دون الأربعين فجاءهم أهل القرية فأقاموا الجمعة في المصر لم يصح، لأن أهل القرية غير مستوطنين في المصر، وأهل المصر لا تنعقد بهم الجمعة لقلتهم. وإن كان أهل القرية ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم لزم أهل المصر السعي إليهم، لأنهم ممن بينه وبين موضع الجمعة أقل من فرسخ، فلزمهم السعي إليها كما يلزم أهل القرية السعي إلى المصر إذا أقيمت به. وكان أهل القرية دون الأربعين، وإن كان في كل واحد منهما دون الأربعين لم يجز إقامة الجمعة في واحدة منهم. هذا عجيب. هنا بيقول بأن الكلام في أهل مصر قال وجوبا لهم يسعوا إلى أهل القرية، لكن في أهل القرية السعي لأهل القرية هل قال بأنه اكتمل العدد عندهم؟ نعم. أهل مصر يسعون أهل القرية اكتمل العدد عند أهل القرية. هات الجزئية دي. قال وإن كان أهل القرية وإذا أقيمت به وكان أهل القرية دون الأربعين. وإن كان أهل القرية ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، يعني بأنفسهم يعني اكتمل العدد، نعم اكتمل عددهم في أهل القرية، لازم أهل مصر السعي إليهم لأنهم ممن بينه وبينها موضع الجمعة أقل من فرسخ، فلزمهم السعي إليها كما يلزم أهل القرية السعي إلى المصر. وإذا أقيمت به وكان أهل القرية دون الأربعين حالة كونهم يسعون إلى المصر وإن كان في كل واحد منهما دون الأربعين لم يجز إقامة الجمعة في واحد منهما. نعم، على ما قلت أنت في هذا الباب أنه إن كانت تجب عليه تبعا ليس أصالة فلا يكتمل العدد به، على اكتمال العدد على أن يكون أصلا. يبقى إذن الصورة هذه أن المصر دون الأربعين لا تقام فيهم الجمعة دون الأربعين، فجاءهم أهل القرية فأقاموا الجمعة في المصر لم يصح لأنهم ليسوا ممن يكتمل بهم العدد. أي المراجعة؟ لمن المراجعة؟ عندما ينتهي الدرس. لأن أهل القرية غير مستوطنين في المصر، وأهل المصر لا تنعقد بهم الجمعة لقلتهم، وإن كان أهل القرية ممن تجب عليهم الجمعة يعني اكتمل العدد وتجب عليهم الجمعة، يبقى أهل مصر لابد أن يسعوا إلى السعي إليهم للصلاة معهم الجمعة ليجمعوا معهم، وهذا تلزمهم لأنهم على قرابة الفرسخ على نفس سماع النداء. قال فيلزمهم السعي إليها. أما إن كان دون الأربعين فلا يلزم هؤلاء ولا يلزم هؤلاء الجمعة لاختلال الشرط. وطبعا هذا مخالف للصحيح، هذا مخالف للصحيح لأنه العدد ليس شرطا. نريد أيضا ما قالوه بس هذا على بعد. يطلع مسألة العدد شيخ، وقالوا لا تعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ولا صح أن يكون إماما. مش كويس. ما هم كان بقى المسافة، هو تكلم برضو عن المسافة في هذا الباب. هو إن لم يكن مستوطنا ووجبت عليه الجمعة هل يكتمل به العدد أم لا؟ هذه المسألة اللي نقول فيها لا يكتمل العدد به. لا يكتمل العدد به. تفضل. أمين. قال فصل: ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها. وهذا أمر عجيب. ليش؟ لأنه لزمه في هذا. نعم. وبه قال الشافعي. طبعا أصل الحنابلة أقوى الناس يقولون بذلك لما لأنهم يرون أن الجمعة تبدأ في الضحى. ابن عقيل يقول بذلك، وإن كان الراجح في المذهب هو أنها تصلى في الساعة السادسة. قال: ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها. وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر رحمهم الله. ليش تقول؟ ماشي ناس. قال فصل: ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها. وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر رحمهم الله. وقلنا أن أقوى الناس يقولون بذلك هم الحنابلة لمسألة صحة الصلاة في الساعات الأولى. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز. وسئل الأوزاعي رحمه الله عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته
فقال ليمضي في سفره، لأن عمر رضي الله عنه قال الجمعة لا تحبس عن سفر. وهذا كلام رصين في هذا الباب، حقيقة الأمر أنه قال من تجب عليه الجمعة لا يجوز له أن يسافر إذا دخل بعد دخول وقتها، وعندهم دخول وقت الجمعة هو في الساعات الأولى، نعم بدخول اليوم. أما الشافعية فيرون دخول وقت الجمعة بدخول وقت الظهر، فمع ذلك أنه من انتوى السفر صباحا الحاملة يقول له لا يجوز أن يسافر، والشافعية يقولون إذا دخل وقت الجمعة وسمع الأذان فلا يجوز له أن يسافر لأنه صار من أهل الجمعة. أما أبو حنيفة فقال يجوز، والأصل في ذلك عمر قال الجمعة لا تحبس عن سفر. طبعا الرد على ذلك من قول الجمهور أنه يقولون الجمعة لا تحبس من سفر قبل وقتها، وهذا لا يناسب الكلام عند الحنابلة، يعني قد يناسب هذا التأويل الشافعية الذين يقولون بأنه بدخول وقت الظهر في هذا الباب، لكن كلام أبي حنيفة هو الكلام الأسد في هذا. قال ولنا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر في من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته. لا يصحب يعني الله لا يصاحبه، أنت صاحب في السفر وأحسن لم يصاحب حال من الأحوال. قال رواه الدارقطني في الأفراد، حديث ضعيف جدا. قال وهذا وعيد لا يلحق بالمباح، ولأن الجمعة قد وجبت عليه فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها كاللهو والتجارة، وما روي عن عمر رضي الله عنه فقد روي عن ابنه رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أخبار تدل على كراهية أو كراهة السفر. قال ما روي عن عمر إيش فقد روي عن ابنه وعائشة أخبار تدل على كراهية. ده كمان ما قالش إنهم صرحوا بذلك، وكيف حتى لو خالف عمر فعمر كفته أرجح. قال اقتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر يتبع أبي بكر وعمر يرشدوه. قال فقد روي عن ابنه وعائشة رضي الله عنهما أخبار تدل على كراهة السفر يوم الجمعة، فتعارض قوله ثم نحمله على السفر قبل الوقت. هذا الذي قلت أنه يحمل المخرج له أنه يحمله على السفر قبل الوقت، وهذا كلام حقيقة الأمر فيه ما فيه من النظر، فإذا سافر فإنه لا يوقف سفره لشيء، لا يوقف سفره لشيء، والمسألة على التيسير، المسألة على التيسير، يعني الشيء الوحيد اللي نقول أنه يمتنع من السفر هو أن دخول الوقت. لا مش دخول الوقت، يضيق الوقت، أن يضيق الوقت وأن يكون في الصلاة، جالس يسمع الخطبة يسيبها ويمشي. لا يمنع من السفر، وهذا يخالف أصول التشريع. أصول التشريع عدم إيقاف الناس عن إيش؟ عن الحاجة، وكل حرج مرفوع. لو لم يسافر خسر الصفقة، لو لم يسافر حدث مع المريض شيء. أنا الآن ما يحضرني الآن، لكن مسألة الصيام تتأتى في ذلك، ما هو على نفس قياس على غرارها يقيسون، يقولون إذا سافر إذا 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 أصبح صائما وسافر ليس عليه الفطر، ليس عليه لا يرخص له بالفطر، وهذه على نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر والصحابة قد أفطروا في ذلك. هذا دي لا يحضرني الآن صريحا، والقياس منطبق في هذا الباب، القياس منطبق. ولذلك أصول الشرع من الأهمية المكان، أصول الشرع لا تحكم بهذا. وبعدين الذي يقويك ده عمر الذي قال بذلك، يعني فهو عندك أصلا قياس على مسألة الصوم، منه من أفطر داخل المدينة، من أفطر في السفينة لم تجاوز المدينة، فحقيقة الأمر رفع الحرج أصل في أصول الشرع. كلام الحنفية أسد وأصح في هذا الباب، نقف عنده. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيا.